ثبت جماهير النادي الاهلي دلوقتي بدات تعرف اسماء اللعيبه الصغيره في الناشئين بالاسماء دلوقتي وبالمراكز، وبدات تشاور وتقول عندنا فلان وعندنا فلان. وبالعكس كمان مصطفى شوبير، وكل ما كنا بنزعل هنا مباراته وهو في قطاع الناشئين وكنا بنقول عندنا حارس مرمى كبير يا جماعه، الراجل ده مظلوم، ما يعني ما فيش مجامله في النادي الاهلي، وبدات الناس تشوف وتقتنع وتقول، وبدا فعلا يطبق ده كمان الفريق الاول. طبعا في البدايه طبعا ببارك لحضرتك الاول على البرنامج، ويعني فكره اذاعه المباريات الناشئين دي فكره يعني فكره روعه بقى لها فتره هنا في قناه النادي الاهلي، وفي قنوات بدات تاخدها من قناه النادي الاهلي. هو يعتبر احسن قطاع ناشئين في مصر قطاع ناشئين النادي الاهلي. سيبك بقى من الناس هتقول لك ده الناشئين الاهلي ما بيطلعش الناشئين او بتاع، انا هقول لحضرتك بالاسماء، يعني بالاسماء اللي انا هقولها دي يا اما بتلعب منتخب مصر الاول يا اما النجوم الناس عرفتها، يعني كلها خارجين من قطاع الناشئين في الفتره الحاليه. هات لي قطاع ناشئين واحد في مصر عنده الاسماء ديت. يعني لو بصينا على قائمه منتخب مصر مثلا، الشناوي خريج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، مصطفى شوبير اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي الناس كانت بتقول ان هو ابناء عاملين وان هو عشان ابن الكابتن شوبير بيلعب، كنا هنا دايما بنقول في الاستوديو بنذيع المباريات ان هو بالتصديات وكان بيصد ركلات ترجيح كمان وكان بيصد عرضيه، يعني كان بيبقى مؤثر وبنديله رجل المباراه على طول. وكنا بنثبت ميزه اذاعه المباريات ان بتثبت ان في لعيبه عندك في القطاع بتحطهم تحت ضغط زي ما كابتن احمد قال من صغرهم، ازاي يتعودوا على الضغط الجماهيري، ازاي يتعودوا على الضغط الاعلام، يتعودوا من صغرهم، دي حاجه مهمه جدا. كمان حمزه علاء حارس منتخب الاولمبي كنا بنذيع له ماتشات هنا وهو من خريج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. محمد هاني خريج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، رامي ربيعه كل دول في منتخب مصر الاول، احمد نبيل كوكا، محمد عبد المنعم دلوقتي في منتخب مصر الاول ودلوقتي محترف في الدوري الفرنسي، تريزيجيه خريج في الدوري القطري دلوقتي هو خريج برضو قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كوكا احمد حسن كوكا اللي هو الكبير اللي هو برضو دلوقتي محترف. فانت عندك اسماء كتير جدا من خريج قطاع الناشئين في النادي الاهلي في الفتره الحاليه بتلعب منتخب اول او محترفه في اوروبا او في قطر في الخليج، فده ياكد ان قطاع الناشئين ده ناجح. قطاع الناشئين ده مهم جدا. برضو في ناس تقول لك ايه في فرق، ما هو يا جماعه مش كل اللعيبه هتطلع هتتصعد فريق اول، انت لما تصعد من كل فرقه 3 4 دي حاجه نجاح صعبة. مش كل يعني مش لازم عشان لعبت في الناشئين مثلا او انت كمان نجوم الفريق الاول والفرص الصعبه كمان لو طلعت كل سنه لاعب او اتنين ده نجاح كبير جدا بيوفر عليك قد ايه. انت في انديه لما بتروح تشتري منها لعيبه تقول لك 40 مليون و50 مليون و60 مليون النهارده في القطاع، لما بيطلع لك لعيب زي ده متاسس عارف يعني ايه النادي الاهلي، متاسس جوه النادي الاهلي وعارف يعني ايه الالتزام والقواعد وروح النادي الاهلي، دي مش موجوده، مش هتلاقي غير في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. دي بفلوس لوحدها. والله بفلوس، لان ده في لعيب اجنبي يا كابتن احمد بيجي عشان يقعد بياخد 6 شهور او سنه عشان يتاقلم اصلا. بالزبط.